سلام. سنة 1998، ماكارثر ويلر من بيتسبرغ في بنسلفانيا في أمريكا سمع أنه عصير الليمون كان يستخدم كحبر سري. قال طيب، في الحالة هذه راح أحطه على وجهي، وبالتالي كاميرات المراقبة ما راح تلقط وجهي أو راح يختفي في الكاميرات. حط عصير الليمون على وجهه وسرق بنكين وانقبض عليه بعدها. القصة كانت مضحكة، خلت اثنين من علماء علم النفس الاجتماعي أو social psychology يسووا تجربة عشان يعرفوا فيها ليش الناس تبالغ في تقييم مهاراتها أو تبالغ في تقييم معرفتها. جمعوا مجموعة من الطلاب وخلوهم يأخذوا اختبارات عقلية أو اختبارات مهارات عقلية، logic واختبارات لغوية ورياضية وأشياء من هالقبيل. بعدين طلبوا منهم، بعد ما خرجت النتائج، قبل ما يعطوهم النتائج طلبوا منهم يقيموا مستواهم. تعتقد كم جبت في الاختبار؟ الأشخاص اللي جابوا درجات جدا سيئة اعتقدوا انهم جابوا درجات عالية جدا، والأشخاص اللي جابوا درجات عالية جدا اعتقدوا انهم جابوا average او جابوا درجات متوسطة، اقل شيء بسيط من درجاتهم الحقيقية. الأسوأ من هذا انه بعد ما عرضوا الدرجات الحقيقية على الطلاب، كل طالب عرف درجته. بمعنى انت اخذت 20 من 100، تعتقد انه الدرجة هذه وين مكانها بين سلم الدرجات؟ تعتقد انت افضل من كم طالب من اللي اخذوا الاختبارات؟ اسوأ 12% في الاختبار، اسوأ 12 نتيجة، كانوا يعتقدون انهم اعلى من 62% من الطلاب. كانوا يعتقدون ان نتائجهم افضل من 62%، في حين انه اعلى درجات كانوا يعتقدون انهم متوسطين، اعلى تقريبا من 50% من الناس. كانوا يعتقدون انه بما اني قدرت اجاوب الاسئله هذه اغلب الناس بتقدر تجاوبها. It must be easy. الموضوع هذا كان جدا جدا مضحك، لدرجه انه الاختبارات هذه تمت في سنه 1999 وصدرت عليها ورقه بحثيه بعنوان unskilled and doesn't know that he's unskilled او شيء من هالقبيل، يعني غير موهوب ولا يعلم انه غير موهوب. سنة 2000 حصلت على جائزة إيج نوبل، هي جائزة توزع قبل جائزة نوبل، توزع توزيع الجائزة يكون جامعة هارفارد، وتعطى للأبحاث اللي تكون مضحكة بعدين تخلي الإنسان يفكر. الشيء المخيف في التجربة هذه إن الأشخاص اللي عندهم المعرفة قليلة أو المهارة قليلة أو القدرات العقلية قليلة وما عندهم المهارة إنهم يعرفوا الشيء هذا، يكون عندهم ثقة في النفس غير طبيعية مقارنة بالأشخاص اللي فعلا عندهم المعرفة هذه أو القدرات العقلية العالية أو ما إلى ذلك. هذول يكون عندهم شك في أنفسهم، ثقتهم في نفسهم موجودة لكن ما هي بالمستوى المبهر اللي عند الأشخاص ذو القدرات المحدودة. وبالتالي الثقة بالنفس العالية جدا هذه تخليك تثق فيهم، تعطيك الانطباع أنهم عارفين إيش يسوون، إيش اللي يتكلمون عنه لين يجيبون العيد. طبعا الدارين كروجر افكت هي واحدة من الكوجنيتيف بايس او التحيز المعرفي، شيء يخلي العقل يتصرف بطريقة غير منطقية او غير متوائمة مع عقلانية الانسان. يعني بما انه عندنا عقل المفروض نقيم معرفتنا بشكل صحيح ومعرفة الاخرين نقيمها بشكل صحيح، نعرف لما نكون عارفين ولما نكون مو عارفين، يكون عندنا علم عام بالشيء اللي نتكلم فيه، بس هذا مو صحيح. مشكلة ثانية في دانين كروجر افكت انه لما تصيب الانسان تخليه مكتفي باللي عنده، فلما تجيك معلومات ثانية على نفس الموضوع عقلك ممكن يرفضها ويكتفي باللي عنده، يعني يحاول ينساها بشكل اسرع، يحاول ما يدخلها على فلاتر العقل اساسا، ما يفكر فيها عشان ما تخرب مفهومه او ثقته في نفسه. كيف نتعدى الموضوع هذا؟ الموضوع هذا يتعدى بالمعرفة وبالتدريب. واحدة من الأشياء اللي اكتشفت من نفس الدراسة أنه لما أعطوا تدريب جيد على المواضيع هذه ثقتهم في نفسهم بدأت تظهر في محلها الطبيعي، بدأ يعرف أنه لا، محتاج تدريب أكثر وممكن يتحسن مع الوقت، لكن he's not as good as he thought he is. هذا هو الموضوع. تحياتي، سلام.